بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لواء درع سوريا، كتيبة ربيع الإسلام من مدينة حلب الشهباء. تم بعون الله تعالى تأمين انشقاق سيادة العميد أحمد محمد ديب رئيس فرع شرطة المكافحة للمنطقة الشمالية. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أنا العميد أحمد محمد ديب رئيس فرع شرطة المكافحة بالمنطقة الشمالية لمحافظتي حلب وإدلب، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن العصابة الأسدية المجرمة التي قتلت وما زالت تقتل الأبرياء من شعبنا الأعزل، وحتى هذه اللحظة تدعي بحماية الشعب والوطن كالعاهرة التي تتكلم عن الشرف والعفة. وأعلن التحاقي بصفوف الجيش الحر المنتصر بإذن الله، والذي حاول النظام تشويه صورته، فقد وجدت معه أجمل صورة من معاملة حسنة كريمة. وأدعو كافة زملائي من ضباط وصف ضباط وأفراد الالتحاق بصفوف الجيش الحر، والله ولي التوفيق. تكبير، تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر.